تم الاتفاق على توحيد الإجراءات الجمركية اللي بيناتنا، وهذا شيء كبير جدا، ونتأمل أن نجد نقطة واحدة جمركية في حدودنا وليس الطرفين، وهذه جهود يمكن عملها، ليست العملية صعبة وليست مستحيلة. وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد في تونس تم العمل على استكمال فكرة المنطقة الاقتصادية المشتركة في رأس الدير. تم الاتفاق على إلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين.